نسرين احنا دلوقتي طبعا في الهالوين شهر اكتوبر, فاكتر حاجه بتفزع نسرين وبتخوفها الصرصار. والله بيخوفني يعني, ممكن اجري لو حواليا ناس, لو حد بيصورني ما عنديش مشكله هجري بشكل عام. الحشرات بس الصرصار يعني كارثه بالنسبه لي, نايت مير, كابوس يعني. طبعا عايزين نتكلم احنا في اكتوبر يعني الهالوين, الفزع اكتر حاجه بتخوفك؟ اكتر حاجه بتخوفني ايه؟ انا بخاف من حاجات غريبه على فكره, كوميديه يعني. اوكي يعني مثلا بخاف من العرايس القرع حقيقي يعني, بخاف من العرايس القرع, بخاف كده من العرايس اللي ايديها مخلوعه كده. العرايس عندك فزع من العرايس؟ بخاف جدا من العرايس القرع واللي ايديها مخلوعه واللي راسها مخلوعه. وانت صغيره بقى كنت اصلا بتعملي كده في العرايس بتاعك ولا لا؟ لا بس وانا صغيره كنت بتفرج على فيلم رعب كان معروف قوي في الوقت ده, كان اسمه تشاكي العروسه المرعبه. حب النهارده. ايوه فتشاكي هو سبب عودتي من العرايس تقريبا. اكتر حاجه بخاف منها الخيانه مش الشكل, انا بخاف من الحاجات الداخليه اكتر من الخارجيه. الخارجيه ولا حاجه بتخوفني الحمد لله, بخاف من ربنا بس. بس الحاجات الداخليه دي بتخوفني قوي, اللي حد يخونك, حد يبقى مش امين عليك, هو ده اكتر حاجه بخاف منها قوي. فعشان كده ما بقاش عندي اصحاب كتير قوي الفتره الاخيره دي, عشان الخيانه كترت قوي والعدم الثقه كتر قوي. بس الكلام على الحاجات الحسيه بقى, ايه الحاجات اللي بتخوف؟ ممكن اخاف ايه من الديناصور مثلا يعني؟ لا ما الحمد لله ما بخاف من العفريت, ما فيش عفريت, فاهم؟ في بني ادم اكتر من العفريت, فده مؤخرا بقيت اخاف من البني ادمين كتير قوي كتير قوي. الشهر ده الهالوين يعني الفزع, انت اكتر حاجه بتتفزع منها وبتخاف منها ايه؟ اللي بخاف منها الناس اللي بتقعد تشتم عماله على بطالة على السوشيال ميديا. انا مش ضد الواحد يقول رايه حتى لو مختلف في وجهه نظري, ما عنديش اي مانع انك تعترض, لكن الاعتراض لما يبقى فيه اسفاف وفيه قله ادب وفيه اهانه للشخص الاخر, لا ده بيفزعني, انا ما بحبوش. اكتر حاجه بتتفزع وبتخاف منها ايه؟ بخاف منها يعني ما بخافش الحمد لله, والله ما بخاف الحمد لله. مش موضوع خوف يعني, في حاجات انا ما بحبهاش, الافعى كده مثلا لانه هي بتمثل دور الشر, بس ما بخافش منها يعني, ممكن اقتلها بس الحمد لله ما بخافش من حاجه. شهر اكتوبر عيد الهالوين بقى والفزع والخوف, انت اكتر حاجه بتخاف منها وبتفزع منها وعندك فوبيا منها؟ والله يا انا يعني في حاجات تفاصيل بخاف منها صغيره اكثر من الحاجات الكبيره يعني. يعني مثلا يعني احيانا الصوت بيسقط وانا بحاله تامل في البيت, يعني يسقط حاجة بترعبني أكثر ما أشوف يعني أكبر الأفلام الرعب يعني, أو بشوف حالات إنسانية أيضا ترعبني أكثر, هو حالات العنف اللي بتصير في العالم دي, يمكن هي تضيف لك من الرعب والخوف والقلق أكثر من أي حاجة تانية. أغرب حاجة بتخاف منها؟ ها؟ أغرب حاجة بتخاف منها لا الناس تصدقها أصلا؟ والله ما أدرش أقول, بس هي الوحدة بخاف منها كثير أكثر. يعني عيد الهالوين اقول ايه اللي بيخوفك؟ انا مش متابعه بيني وبينك, انا بنتي كانت صغيره تطلع بتمشي في الحكايه دي وتلبس حاجات غريبه, انما مش متابعه. لا بس انت عموما بتخاف من ايه؟ ما بخافش من الحمد لله, ما دام معايا ربنا ما بخافش. بعيدا عن الطياره بقى, احنا طبعا في شهر اكتوبر والفزع والهالوين, فانت اكتر حاجه بتخاف منها؟ اكتر حاجه العفاريت. حصل لك اي مواقف معاهم؟ والله صديق ليا مره قعد يقول لي ان هو بيحصل له, فمن ساعتها وانا بقى اي صوت اسمعه في البيت اقول ان هم فعلا موجودين يعني, فمن ساعتها بقى انا مروش, كل ما اسمع صوت اقول ده في حد معايا دلوقتي بيخبط في الحله. عارف لما تسمع صوت حله في المطبخ تتحرك لوحدها, هي دي اللي بتحصل. عايشك فعلا. والله غلبني.